لا 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 صلاة ما لا يدخل. أنيرنا يا رب. أنيرنا يا ربنا وإلى من لا خمار من لا خمار من لا خمار ما على البال من لا خمار نسألك أيوة. نسألك أيها المسيح يا نور العالم أن تنير عملنا اني احكي عربي لانه صحيح اللغه مع الشيطان هي صوره الكردي بس اكو ضيوف ما يعرفوا الصوره اكو مشاهدين مسيحيين وغير مسيحيين ايضا يتابعون هالمراسيم فالكنيسه تحتفل وتحكي اللغه اللي يفهموها الناس يعني هذول اللي يغردون خارج السر سجنوا نفسهم قلعة وما يشوفون إلا نفسهم أم الكنيسة تمشي يعني لازم عندك دعاية قوية ومن كان الموجودين أيضا هون أنه يعملوا بتناغم ومحبة مع مطران مع مطران مهما كان مهما كان ويتخلوا ايديهم على اذانهم ما حتى يسدوها ولا ما حتى يفتحوها العلامه هي علامه الطاعه انا ما ادعو الى الطاعه العمياء لكن الى الطاعه بالنهايه الاسقف بحكمته وبصلاته لما يقرر شيء لازم يعملون معاه واللي يعملون خارج الاسقف او خارج الكنيسه هذول خسرانين ابدا ما يتقدموا أنا أوعدكم يعني إيش قد ما أنا هون لازم أعمل من أجل وحدة الكنيسة وحدة المصاف الأسقفي وأيضا الكنسي اللي يعمل برات الكنيسة هذا ما عنده مكان ما عنده مكان كل وضوح أنا أقول هذا فإذا لازم يكون تناغم ونحن كلتنا رسل المسيح ونحمل الإنجيل ما لازم نحمل طموحاتنا الشخصية وأيضا أفكارنا كلنا عندنا أفكار مختلفة وجهات نظر بس هاي خلي نناقشها مع بعضنا ونتفق عليها وما نقسم الكنيسة ونقسم المؤمنين أيضا هذول الناس مع فلان قسم وهذول مع فلان الآخر هذا ما يجوز أبدا ما يجوز لازم نكون هي واحد